فالله سبحانه وتعالى هو التواب. ما معنى التوبة؟ التوبة من هذا الفعل الثلاثي توبة، ماذا تعني؟ ماذا يعني هذا الفعل؟ الفعل هذا بمعنى توب، بمعنى رجع، فالتوبة بمعنى الرجوع، التوبة بمعنى الرجوع. فالله عز وجل هو التواب والعبد هو التائب، فالتائب هذا العبد هو الراجع عن ذنبه الذي اقترف والمعصية التي ارتكبها، فتوبته أنه يرجع عنها، يتحول عنها إلى ماذا؟ يرجع إلى ماذا؟ إلى الأمر الأصلي. ما هو لأن الرجوع هو أن الإنسان كان في مكان ذهب إلى مكان ثم يعود إلى المكان الأول، فالتوبة بمعنى الرجوع. فالرجوع إلى ماذا؟ الرجوع إلى الطاعة. وهل الأصل في الإنسان الطاعة؟ الجواب نعم، كما سمعنا، لأنه كل بني آدم في الولادة الأولى وهي عالم الذر وقفوا بين يدي ربهم وأقروا له بالربوبية واعترفوا له بذلك وأخذ عليهم العهد فقبلوا. ولذلك في خبر أبي أن الله قال للعباد كلهم بعد أن أقروا، قال سأشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، قالوا أقررنا. ثم نادى آدم وقال يا آدم قم، وأوقفه ليشهد على ذريته، فشهد آدم والجميع قال أقررنا. إذن هذا هو الأمر الأول الذي كان من كل إنسان. ثم أيضا الفطرة التي وضعها الله عز وجل في القلوب، كل مولود يولد على الفطرة. فلذلك التوبة إذن بمعنى الرجوع، أن الإنسان ارتكب المعصية فهو يرجع عنها إلى مكانه الطبيعي، إلى مكانه الأصلي، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه معنى التوبة بالنسبة للإنسان، فهو رجوعه من المعصية إلى الطاعة، إلى العبادة.